الجديد، لان انا الحمد لله عندي مشروعين افلام دلوقتي، واحد اتكلم عنه وواحد يعني ان شاء الله ربنا يكرم، لان لسه مش بشكل مؤكد، بس هو هيبقى مشروع مهم جدا، نقله في حياتي كبيره جدا، فعشان كده يعني ان شاء الله اول ما يتم يعني هصرح بيه. انا ان شاء الله هبتدي تصوير فيلم مولد يا سيدة، بما ان احنا برضو في السيدة زينب، فاحنا يعني وده فيلم من انواع الافلام الدراما الاجتماعية. الفيلم المفروض ان هو احنا بنستهدف ان احنا ندخل مهرجان برلين ومهرجان دبي، يعني هو الفيلم ده الاساس فيه، يعني التارجت بتاعه بيدور في يوم واحد، مفيش بطل في الفيلم، هي دراما حياتية عن انماط كتيرة جدا في المجتمع المصري في خلال يوم، والرابط بينهم هو مولد السيدة زينب. فالفيلم ان شاء الله ندخل تصوير في خلال ايام يعني، وده انا بعمل فيه دور اسمه عبد السلام، ده مدرس سلفي برضو، بنشوف يعني بشكل سريع كده بنشوف هذا الشخص ثقافته، وبنشوف ردود افعال يعني او وجهه نظر المجتمع ناحيه الشكل او الموضوع ده. ده الدور يعني اللي بعمله، هو دمه خفيف يعني مش هيبقى دمه تقيل يعني. والفيلم الثاني ان شاء الله ربنا سهل يعني، اول ما نبقى تمام هنصرح بيه يعني ان شاء الله. ومنتظر بقى يعني في كلام، وانا دائما ما بحبش اتكلم عن الكلام يعني، اتكلم عن الفعل ان شاء الله. فاحنا منتظرين ان شاء الله باذن ربنا على بقى شغل رمضان ان شاء الله. نكلينا عمري